بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء، كل الشكر والتقدير لجميع الأخوة المتميزين في عربة النقل الذين أتوا حلوا ضيوفنا أعزاء هنا لإظهار هذا المهرجان بالصورة المشرفة. شكرا للزميل عبد الله عثمان ابن العمدة الذي يتميز دائما بصوته الجميل المتميز، انطلق قبل لحظات بحفظ الله ورعايته. الشوط التاسع ايضا هنا خصص للاذاعه المهجنات الاصايل، وبنسير الى المقدمه وارى اللي في المركز الاول، اللي في المركز الاول في هذه اللحظات اللي هي ايضا بنت الخروف لسهيل بن محمد راعي العويا العامري تحتل المركز الاول. ننتقل مباشره الى المركز الثاني، هناك المركز الثاني وراء انذار لخليفه بن محمد بن عبد الله بن عابد المهيري، وهذا الشعار اللي حقق نقطتين في صباح هذا اليوم وحاز على ايضا جوائز قيمه ممتازه في هذا اليوم الجميل. ننتقل مباشره الى المركز الثالث وارى هنا شمردل لهادف بن محمد بن هويدن الاجتبي، والمركز الرابع اصبح من نصيب الظبي ظبي الفلا رمز العطاء معنى الوفا لعيضه بن نايع بن عيضه العامري، والمركز الخامس من الجانب الاخر هنا اللي تدخلت لمسه لمحمد بن حمد بن ملهوف الاجتبي، والمركز السادس اصبح من نصيب سرابه لعلي بن محمد بن راشد الاغفلي. هذه نتيجتنا ايها الاخوه الاعزاء، هكذا هي النتيجه لسته المراكز الاولى المتقدمه من خلال هذه الاشواط ومن خلال هذه الانطلاقات الجميله هنا لمهرجان ام القيوين الثاني عشر الذي يقام سنويا في ميدان الشعب، ميدان اللبسه، أقدم ميادين دولة الإمارات العربية المتحدة. نتمنى بإذن الله التوفيق للجميع. جائزة هذا الشوط أيضا لا ننسى بأن جائزة هذا الشوط سيارة جميلة، أيضا سيارة للمركز الأول، وبقية المراكز جوائز نقدية قيمة، وسيارة مقدمة من سعادة خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي. شكرا يا ابو حمدان على هذه المساهمة الجميلة. نعود والعود احمد الى المركز الاول، نعود الى المقدمة، والتغيير جرى وطرى على المركز الاول اللي غيرت هنا بنت الخروف. بنت الخروف كانت في المركز الاول وتراجعت قليلا واخذت قسطا من الراحة وعادت مرة اخرى لتنتزع المقدمة، لتنتزع المركز الاول. بنت الخروف تعود ملكية لسهيل بن محمد راعي العويا العامري، ضيفتنا العزيزة من مدينة العين. ننتقل مباشرة الى المركز الثاني والى انذار. نعم، وش بتسوي في الابكار انذار؟ هذه انذار خليفه بن محمد بن عبد الله بن عابد المهيري، ايضا متواجد راعي خشابه. المركز الثالث اصبح من نصيب شمردل هادف بن محمد بن هويدن الاجتبي، المركز الرابع اللي تدخلت في هذه اللحظات. المركز الرابع فيه معركة لسعيد بن محمد بن عبيد بن دلموج الاجتبي، خذت المركز الرابع وهل وشاح يطالبون بسلام أهالي منطقة وشاح الجميلة. ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس وأرى هنا ولع
لأحمد بن سالم بن سيف اليابري. المركز السادس هنا أصبح من نصيب الظبي لحيضة بن نايح بن حيضة العامري. وهناك أسماء، هناك شعارات لم تدخل عالم الإذاعة. انتظر المفاجآت العديدة، انتظر المفاجآت العديدة والكثيرة في سير هذا الشوط من خلال هذه الأسماء القوية التي تتنافس هنا بكل شرف على نيل السيارة ونيل الناموس والزعفران، لأن الفوز في هذه الأشواط هو شرف كبير في هذا المهرجان الجميل. نعود إلى المقدمة والعود. أحمد، لا زالت بنت الخروف، لا زالت بنت الخروف متحملة قيادة ومسؤولية هذا الشوط حتى هذه اللحظات. بنت الخروف تعود ملكيتها لسهيل بن محمد راعي العوية العامري. لا زالت مسيطرة على عرش المركز الأول وعلى مقدمة الشوط، وصامدة صمود الجبال السود حتى هذه اللحظات. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني. انذار وتبغيلها أيضا متابعة دقيقة يا أبو عدنان. انذار لخليفة بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث وإلى معركة أيضا لا يستهان بها، معركة لسعيد بن محمد بن عبيد بن دلموج الاجتبي. خذت المركز الثالث. هناك من الجانب الآخر هناك روايح لراشد بن حمد بن علي الاجتبي، غيرت النتيجة. شعار بن سرداح متواجد، غيرت وخذت المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع أصبح من نصيب ولع 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 لأحمد بن سالم بن سيف اليابري. ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس، وهنا معركة معركة معركة، وهي في معركة داحس والغبرة، في معركة الأقوياء، في معركة قوية لنيل الناموس. الملكية لسعيد بن محمد بن عبيد بن دلموش الاجتبي. خذت المركز، ولكن وصل السناري. السناري وصل مع وجود مسفر بن علي بن عبيد السناري، أيضا ضيفنا العزيز من دولة قطر الشقيقة. ولكن هنا اللي تدخلت في هذه اللحظات، اللي تدخلت بلبلة بلبلة بلبلة، وعندها بلبلة كبيرة علي بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل. غيرت واخذت المركز الخامس. المركز السادس، المركز السادس أصبح من نصيب الصايبة لمبارك بن حميد بن مبارك الأغفلي. وصلت أيضا وخذت المركز السادس. وأربعمية متر يفصلنا عن السيارة وعن الناموس وعن السلامات وعن التهاني. ولكن هنا لا زالت انذار. يا انذار، قلنا لكم انذار هذا الاسم القوي في عالم سباقات الهجن، يا ما صال وجاله في الميادين. ولكن ينخطف من قبل راهية غيرت لمبارك بن حماد بن سالم الاجتبي. سلام يا الهير، سلام يا الهير، سلام للهير، جود مورنينج الهير. المركز الثاني، وصلت روايح لراشد بن حمد بن علي الاجتبي. المركز الثالث الشايبة لحمد بن سهيل بالحطم العامري. والمركز الرابع وصلت فيه وقود لمسفر بن علي بن عبيد السناري. المركز الخامس وصلت فيه بنت الخروف لسهيل بن محمد راعي العوية العامري. والمركز السادس، هكذا كانت النتيجة. نعود إلى التوقيت الزمني من مخرجنا أبو عدنان، مخرجنا المبدع هنا المتميز في قناة دبي ريسنج. التوقيت والإعادة للثلاثة المراكز الأولى، والناموس ذهب إلى راهية لمبارك بن حماد بن سالم الاجتبي. التوقيت الزمني
تسع دقائق 24 ثانية وخمسة من الأجزاء. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان من نصيب روايح لراشد بن حمد بن علي التبي، حيث أن قطعت المسافة في تسع دقائق 24 ثانية، ستة من الأجزاء. تهانينا أيضا. وليت أخذت المركز الثالث اللي هي الشايبة، حيث أن قطعت المسافة وفاجأتنا في اللحظات الأخيرة، ما يبنى لها طاري إلا عند خط النهاية. تسع دقائق 24 ثانية وثمانية من الأجزاء. تهانينا للسيد أحمد بن سهيل بالحطم العام.